النهارده يا جماعه ان شاء الله معانا شقه تلات ارباع تشطيب، خلصانه محاره وسباكه وكهرباء وسيراميك في موقع من اجمل مواقع شارع الهرم. ده كده يا جماعه شكل الشارع اهو اللي موجوده فيه الشقه بتاعه النهارده، ما شاء الله حي راقي جدا، شارع جميل يا جماعه. بينك وبين شارع الهرم هناك اهو قدام حضرتك، انا دلوقتي قدام العماره، بينك وبين شارع الهرم خطوات بالظبط. ده كده بقى يا جماعه شكل العماره من بره، ما شاء الله يا جماعه عماره بناء حديث، عماره نظيفه، بتبص على ثلاث شوارع يا جماعه وبتشوف شارع الهرم الرئيسي كمان. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اللي فيه الشقه بتاعه النهارده. شقه النهارده يا جماعه واقفه على وش الدهان والالوميتال، خلصانه كل حاجه يا جماعه، سباكه وكهرباء، واقفه على الفينش النهائي ان شاء الله. مساحه الشقه دي يا جماعه 215 متر في الدور الثالث، ثالث بلكونه بعد الارضي. احنا كده في الدور اهو، وعندي يا جماعه الدور فيه شقه واحده، ده كده الاسانسير بتاعنا اهو، ده الاسانسير، وعندي شقه واحده بس في الدور، ده كده الدور وعندي هنا شقه واحده. دي كده يا جماعه الشقه بتاعت النهارده. وبرده للعلم في حاجه حابب القى الضوء عليها كده قبل ما ندخل، موضوع يا جماعه النت الفايبر واصل هنا اهو، نت فايبر يا جماعه. تمام؟ يلا بقى نخش شقه النهارده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقه النهارده يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم مساحتها 215 متر تحت العجز والزياده، ثلاث غرف وريسبشن، اربع قطع كبار ومطبخ واثنين حمام. ده كده يا جماعه الريسبشن بتاعنا اهو، ريسبشن ثلاث قطع كبير. الشقه واقفه بس يا جماعه على الدهان والفينش النهائي بتاع الشقه، يعني عندك بقى الالوميتال، الفينش بتاع الكهرباء، الفينش بتاع السباكه، اطقم الصحي، بس كده يا جماعه. والباب برضو اذا كان هيتغير يجي باب مصفح برضو عشان يبقى ايه شكله شيك مع التشطيبات والحديث. اهي برضو يا جماعه الكهرباء، وريها لحضراتكم الاسلاك كلها راكبه اهي يا جماعه، اسلاك المكيفات اهي، السلك كبير 6 مللي اهو، ده كده باين معانا. عندي هنا كده في الحمام الاولاني اللي هو بتاع الضيوف، ده الحمام الاولاني اهو يا جماعه، المساحه بتاعته لسه طبعا الصح مركبش. عندي برضو الميه عشان اعرف حضراتكم برضو المنطقه هنا منطقه راقيه طبعا، والميه والشبكه، بصوا يا جماعه قوه الميه عامله ازاي، ما شاء الله حاجه حلوه جدا. ده كده يا جماعه الحمام الاولاني بتاع الضيوف، ده كده ريسبشن اهو. هنا كده عندي بيوديني طرق التوسيع بتوديني على الغرف والمطبخ والحمام الثاني، هنشوفها دلوقتي. بس تعالوا الاول اوري لحضراتكم الفيو من ريسبشن، وبعد كده نروح نشوف بقى ايه الفيو برضو من بلكونه ثانيه مع غرفه، ونشوف الغرف الثانيه والحمام والمطبخ. دي كده يا جماعه الشقه دي بتبص على منطقه راقيه طبعا، اهي يا جماعه المنطقه راقيه، صورتها لحضراتكم من تحت واحنا طالعين، ده كده الشكل بتاعها اهو، ما شاء الله منطقه هاديه جدا يا جماعه. الناس اللي بتدور على مناطق هاديه اولادها يكونوا امنين عليهم في المكان، مش خايفين عليهم، الشقه بتاعت النهارده كده يا جماعه. وهوري لحضراتكم كمان جمال الفيو من البلكونه اللي جوه. كمل معايا الفيديو للنهايه، هنشوف كل التفاصيل وهنشوف حاجات حلوه معانا في الشقه بتاعت النهارده. بعد ما شفنا يا جماعه كده ريسبشن، تعالوا نشوف الغرفه الاولى. دي الغرفه الاولى اهي، طبعا بنعتذر طبعا عن الحاجات الموجوده فيها دي، لان يعني طبعا لسه الشقه بتتوضب. هنا كده عندي الشباك ده بيبص برده على نفس الفيو بتاع الريسبشن اللي احنا شفناه دلوقتي. دي كده الغرفه الاولى. برده للتوضيح يا جماعه السيراميك اهو يا جماعه لسه جديد، يعني السيراميك ده راكب بقاله 3 شهور بالظبط. بصوا يا جماعه السيراميك جديد، انا نظفت لحضراتكم المنطقه دي اهي عشان تشوفوا الفرق بين التراب طبعا، عشان لو السيراميك مش واضح من التراب يبقى واضح هنا في المنطقه اللي متنظفه دي. تمام كده يا جماعه، تعالوا بقى نخش كده ونشوف كده. هنا عندنا على اليمين اول حاجه الحمام يا جماعه، ده الحمام اهو. هنا كده المفروض مكان كابينه الشاور طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لسه بس الطقم الصحي مركبش، لسه طقم الصحي وبقيت الفينش النهائي بتاع الشقه والشبابيك والابواب. دي هنا كده يا جماعه بلكونه تبع الحمام، ودي فكره برضو جميله حابب اعرف حضراتكم، يعني اصحاب الشقه عملوها كده ليه او عملوا هنا بلكونه ليه. بصوا يا جماعه دخلوا شويه بالحمام، عملوا هنا بلكونه بحيث ان ست البيت تقف هنا في البلكونه تنشر الغسيل بتاعها، ما يبقاش منشور على شكل على العماره من بره بيبقى شكله مش حلو، فتنشر هنا ست البيت وتبقى واقفه براحتها، مفيش حد مضايقها من بره من هناك. دي كده البلكونه اللي موجوده في الحمام.
تعالوا نرجع تاني، تعالوا نخش نشوف الغرفه دي. دي كده يا جماعه تعتبر بقى الغرفه الثانيه اهي، دي المساحه بتاعتها، مساحتها جميله ما شاء الله، وفيها بلكونه برضو يا جماعه. بصوا الشباك ده والبلكونه دي بيبصوا على شارع جانبي عرضه 6 متر، شارع برضو راقي، هو 6 متر من بره و8 متر من جوه. ده كده من جوه اهو يا جماعه 8 متر، وهنا كده عندي من بره 6 متر. دي كده بلكونه برضو نقدر نقول بلكونه ثانيه. لو حسبنا معانا البلكونه بتاعه الحمام اللي احنا شفناها دلوقتي، يبقى كده عندي 3 بلكونه في الشقه. كده شفنا البلكونه الثانيه، هنا كده بقى بيجي لنا الحمام، عفوا المطبخ يا جماعه. ده المطبخ اهو، ده المطبخ، ده شكل اللون السيراميك بتاعه اهو. عندي الشباك ما شاء الله كبير بيبص على الشارع الستة متر اهو. عندي برضو من الحاجات الجميله ان هنا معمول حساب صرف، ده كده مثلا يا جماعه صرف الحوض مثلا، وهنا كده عندي صرف الغساله الاوتوماتيك والغساله الاطباق، او براحتك لو انت حابب تعمل تغير في الاماكن بين الغساله والحوض وغساله الاطباق، تقدر تغير براحتك على حسب ما انت حابب تحط الحوض بتاعك. بعد كده نروح نشوف الغرفه الثالثه. دي الغرفه الثالثه اهي يا جماعه، ومعاها برضو البلكونه الثالثه. دي البلكونه اهي يا جماعه، دي بقى تعتبر البلكونه اللي في الناصيه، اللي بتبص على الشارع الرئيسي الكبير اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي، والشارع كمان الجانبي اهو يا جماعه. ده كده الفيو اهو من هنا، بصوا يا جماعه ده كده الفيو، الفيو مفتوح من هنا. واللي هناك ده كده يا جماعه هعمل لحضراتكم زوم ان عليه، ده شارع الهرم الرئيسي. بصوا يا جماعه اللي هناك ده شارع الهرم الرئيسي. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره تانية كده بسرعه. الشقه يا جماعه مساحتها 215 متر تحت العجز والزياده، 3 غرف وريسبشن 4 قطع ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور الثالث، ثالث بلكونه بعد الارضي، طبعا مرخصه وليها حصه في الارض. الشقه يا جماعه خلصانه كهرباء وسباكه وسيراميك ومحاره، واقفه على الدهان او وش الدهان النهائي، ومعانا كمان الفينش بتاع الكهرباء، الفينش بتاع السباكه، التركيب الالوميتال، تركيب الصحي، يعني الحاجات الاساسيه الخلصانه اللي هي السباكه والكهرباء والسيراميك والمحاره، ودول اهم حاجه او اصعب مراحل التشطيب، خلصانه بفضل الله تعالى. وان شاء الله بقى اللي هيكمل يكمل على ذوقه وراحته. بالنسبة لعداد الكهرباء في الوقت الحالي ممارسة، ولكن تقدر تقدم عليه مفيش أي مشكلة. ولو حابب تستلم شقتك بعداد الكهرباء برضه مفيش مشكلة، صاحب الشقة بيقدم لك عليه ويسلمه لك راكب إن شاء الله، مفيش فيها أي مشكلة، خلال أيام يكون عندك عداد الكهرباء. الشقة دي يا جماعة إن شاء الله مطلوب فيها 3,750,000، قابل للتفاوض البسيط. الشقة عنوانها الهرم، بالظبط بينك وبين شارع الهرم الرئيسي ماشي على رجلك 10 ثواني بالظبط الى 15 ثانيه، يعني مش مكمل نص دقيقه يا جماعه. وزي ما انا وريته لحضراتكم من البلكونه كده، حضرتك شايف شارع الهرم الرئيسي قدامك على طول، خطوات من شارع الهرم الرئيسي. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.